معلومات ماينكرافتيه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا نبدا. اعرف لو انت جبت فلنت اند ستيل ولعت في الخشب مش هيولع، حتى لو ولعت في واحده هيولع بس مش هيولع الباقي، لان الخشب ده مصنوع من اللافا. تعرف بقى احتماليه ان انت لو رحت لاي شهر في البحر، احتماليه 85% تلاقي دايموند. متخيل؟ يعني ماينكرافت طرت دايموند. او ماي جاد، دايموند. لو ازاي دايموند؟ هو 3 حبات. وشركة ماينكرافت حبت تهتم بالكهوف اللي في البحر في التحديث اللي فات.